دكتور احمد غنيم، احنا النهارده في القاعه الرئيسيه للقاعه المركزيه او القاعه المركزيه، فيها كم قطعه؟ فيها 1600 قطعه. 1600 قطعه، وهناك المكان القبو الذي به المومياوات. ما هو قادم ايه؟ قادم عندنا ان شاء الله حاجتين، واحده في الاجل القصير جدا وهتبقى مفاجاه، ان في قاعه العرض المؤقت سيتم افتتاحها قريبا، واللي هينتقل فيها متحف النسيج ان شاء الله. متحف النسيج ده كان بالازهر. كان بالازهر طب. وتم انتقاله لعندنا. لماذا يعني؟ لماذا لا يبقى في الازهر يعني؟ لان واحد، المكان هناك غير مؤهل قوي. اتنين، ان عندنا المكان اللي يقدر يحافظ عليه، لان احنا هنا لما بنتكلم على متحف مش بس عرض، في طرق حفظ الاثار وان احنا ناخد بالنا منها. فالمكان هناك بالتكنولوجيا الموجوده وبوضع المبنى كانت محتاجه الى تحسين، وبالتالي ارتأت الوزاره ان يتم نقله عندنا هنا لترميم المكان هناك وتظبيطه ليكون جاهز دي. فهيتنقل اتنقل عندنا هنا بالفعل جميع القطع، وسيتم افتتاح القاعه ان شاء الله قريبا باذن الله. وعندنا ايضا ما يسمى بقاعة العاصمة، ودي قاعة حضرتك الزائر بيطلع فيها حوالي 22 دور، بيرى كل القاهرة من فوق. طب احنا هنعمل فيها ايه؟ ده احنا في اطار التفاوض الان، ان اللي احنا بنشوفه انه هي يبقى متحف بدون اثار، باستخدام التكنولوجيا، باستخدام جميع وسائل التكنولوجيا المتاحة، إن نعمل فيها كونتنت وهولوجرام وفيرتشوال تورز ولكن الكونتنت نفسه، المحتوى نفسه، ما زلنا في دراسته مع توفير التمويل اللازم، لأنها تبقى كلها شاشات وكلها أشياء تكنولوجية. فده إن شاء الله إحنا بصدد العمل عليه الآن وتوفير التمويل اللازم والمحتوى اللازم إن شاء الله.